وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك سعادة الوزير في نشرة أخبار الثالثة. لو توضح لنا طبيعة بروتوكول التعاون القضائي والقانوني ما بين البحرين ومصر. نعم، بشأن البروتوكول الموقع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، فإن هذا البروتوكول سوف يعزز تبادل الخبرات والمعلومات في المجالين القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية والاستفادة من خبراتهم في كلا البلدين. وأيضا من الأهداف سوف يكون هناك تعاون مشترك في مجال إعداد وصياغة التشريعات وتدريب المحامين والقانونيين العاملين في الحكومات في تلك البلدين. نعم سعادة الوزير، وما هي آلية تطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول؟ نعم، سوف يكون هناك تنسيق مشترك بين وزارة العدل والجهات القضائية بمملكة البحرين المتمثلة بالمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لوضع آلية لكيفية تنفيذ هذا البروتوكول وتنفيذ بنوده، وهي كما ذكرت منها تبادل المعلومات والخبرات وتدريب القضاء والكوادر القضائية والاستفادة منها بين المعاهد القضائية بين البلدين الشقيقين. سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.